خلونا نطلع على تقرير أعدته لنا زميلتنا عهود النفاعي، استضافة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع صباح اليوم فعالية ضيف موهبة بعنوان رحلة كفاح مع دكتور حمد جروان والمهندس مهند أبو دية، وذلك للاستعراض تجاربهما وقصة كفاحهما. حياكم الله، أنا سعيد بوجودي هنا حيث بدأت قصتي هنا من موهبة أرجع لها بعد 20 سنة، علشان أقول إنه من أراد حياة مليئة بالمنجزات فعليه أن يتمناها مليئة بالتحديات، لأنه لا يوجد إنجاز حقيقي إلا وقبله إنجاز وقبله تحدي حقيقي. وكم من الممتع أن يحقق الإنسان المستحيل، وبإمكان الجميع أن يحقق المستحيل، بما أن نحن في بلاد وفي دولة رؤية 2030. موهبة احتضنتني في كل الأحوال، حتى عندما يعني لم أنجح في الاختبار، موهبة احتضنتني وكانت هي مظلتي في الابتكار وفي الموهبة، ويكفي فقط أنها يعني أعادت إلي ثقتي بذاتي وأشعرتني بأنني أستطيع أن أقوم بالمزيد وأكملت الطريق، فهي أعطتني الدفعة والشرارة التي أطلقت نار الموهبة في داخلي. والله أنا أعتقد أنه مهند، يعني مهند ميزة من الميزات اللي الله أكرمنا أنا وأمه بها في عائلتنا وفي بيتنا، الله يحفظه ويعافيه ويعوضه خير إن شاء الله. نحن الآن في مجتمع يتغير بسرعة، نحن في حياة تتغير بسرعة، وسائل تتغير بسرعة، لماذا نحن كأمهات وكآباء لا نتغير؟ أبنائنا يتغيرون أمامنا، يجب إحنا نتغير في سلوكنا، في أساليبنا، في لغتنا، لغة الحوار اللي بيننا وبين أبنائنا. فأنا أعتقد أنه هناك مشكلة، هناك في المجتمع أكثر من 1,000,000 مهند، فقط كانوا يحتاجون إلى أب وأم يصغون، يحتاجون إلى أب وأم يسمعون. ما في شيء مستحيل، هذا اللي أمامك الآن ما يوجد له علاج، مريض سرطان من 14 سنة، المرض منتشر، مع ذلك حقق ماجستير، حقق دكتوراه وهو مريض، وألف كتب وعين سفير وأمور كبيرة وحقق جوائز، ما كانت عائق ولا كان المرض عائق أبدا. في اللي بقوله للمتعافين ولمن يعانون في الحياة، ما في شيء اسمه مستحيل، كل اللي تحتاجه تحفيز ذاتي وتعتمد على نفسك، والباقي توفيق من الله سبحانه.